ذلك أكثر. سنواصل هذا البرنامج لساعة قادمة. نحن الآن ربما في الدقيقة الأخيرة من عام 2013، وبالتالي نحن لا نودع سنة فقط، نحن نودع حقبة، نودع عقدا من الزمن، نودع عقدا من النجاح تحت مسمى الجزيرة الرياضية. 10 سنوات قدمت فيها الجزيرة الرياضية كل شيء للمشاهد الرياضي العربي والرياضة العربية، وكما كنا نقول دائما الرياضة عالمنا والعالم ملعبنا، وهذا ما بقينا مخلصين له. وأيضا قلنا إن استثمارنا كان في قلوبكم وليس في جيوبكم، نحن نفعل كل هذا ولكن هناك أحيانا ظروف تضغط علينا. الآن نودع الجزيرة الرياضية التي ستبقى في قلوبنا، ستبقى في عقولنا، ستبقى في ذاكرة التاريخ الرياضي الإعلامي والرياضي العربي، لكي ننتقل إلى حقبة جديدة بهذه المؤسسة، إلى مسمى جديد، إلى بي إن سبورتس. سنغير هذه الفناجين، سنغير هذه الشعارات، لكن المضمون سيبقى نفسه وسوف يتطور. وسنذهب بكم الآن إلى العد العكسي نحو قناة جديدة وعالم جديد. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. The game just got changed. This is a new day, a new look. A new way to watch sport. The best just got better. Welcome to the new era. Welcome to Beyond Sport. هكذا إذن انتقلنا إلى عام جديد، وانتقلنا إلى مرحلة جديدة، طوينا صفحة الجزيرة الرياضية وفتحنا صفحة بي إن سبورتس. لذلك اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ ناصر بن غانم الخليفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بي إن سبورتس، لنتحدث معه عما مضى وعما هو آت. مرحبا بك أبو خالد. أولا أهني جميع المشاهدين بالسنة الجديدة وبانطلاق مؤسسة بي إن سبورتس، واتمنى ان شاء الله ان نكون عند حسن ظنهم كما عودناهم، فاتمنى ان شاء الله نقدم الجديد في بي إن سبورتس. نعم، بارك الله فيك. طبعا نحن يعني كلنا شهادتنا مجروحه في عملنا، ولكن هو عمل يستند ايضا الى تقييمات والى ابحاث والى اراء المشاهدين على مدى 10 سنوات. فكيف تقيم 10 سنوات من عمر الجزيره الرياضيه، المؤسسه التي نفخر كلنا باننا انطلقنا منها وانطلقنا بها نحو العالميه؟ نعم، طبعا مرحلة بدء قنوات الجزيرة الرياضية وقنوات الجزيرة الرياضية بدأ من البث 7 ساعات يوميا، إلى اليوم سوف تقريبا بث أكثر من 700 ساعة يوميا بأكثر من 32 قناة أو 32 قناة بالضبط. أعتقد هي مرحلة تحدي، مرحلة عمل، مرحلة خبرة، مرحلة بناء إمبراطورية إعلامية. أتمنى نفس ما قلت، إحنا لا نحب نتكلم عن أنفسنا، ولكن اللهم لك الحمد أعتقد وصلنا لمرحلة تليق بسمعة بي إن سبورتس اليوم، بي إن سبورت الحديثة، بي إن سبورت المعاصرة. فأتمنى بإذن الله بأن نكون عند حسن ظن المشاهدين. المرحلة السابقة مرحلة صعوبات، مرحلة أبو خالد أنت كنت واحد من مؤسسين قنوات الجزيرة الرياضية وتعرف الجهد الذي انبذل في تأسيس هذه المؤسسة بداية من الجزيرة الرياضية واليوم بي إن سبورتس.
الحقوق التي امتلكتها والتي نمتلكها والتي بإذن الله سوف نمتلكها مستقبلا. أعتقد لا يوجد، وهذه شهادة يعني مجروحة الأمانة في بين سبورت، لا يوجد قناة في العالم تملك جميع هذه الحقوق، والحمد لله رب العالمين. وهدفنا هو إرضاء المشاهد، ونتمنى أن نحقق الهدف المطلوب اللي هو إرضاء المشاهد في النهاية. نعم، لو استعرضنا يعني معك ومع ضيوفنا وزملائنا الأعزاء تطور الجزيرة الرياضية إلى بي إن سبورت، إذا نظرنا إلى خارطة العالم نجد أن قناة الجزيرة الرياضية انطلقت من العاصمة القطرية الدوحة في الأول من شهر نوفمبر 22 عام 2003، وغطت منطقة الوطن العربي وشمال إفريقيا وما يعرف الميدل إيست ونورث أفريكا المينا، ثم انطلقت بي إن سبورت من فرنسا، وانطلقت بي إن سبورت من ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية لتغطي أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أمريكا الشمالية من خلال كندا، وانطلقت أيضا بي إن سبورت في إندونيسيا، كذلك في الفلبين وفي هونغ كونغ. أريد منك أستاذ ناصر أن تخبرنا عن الفكرة، الآن نتحول طبعا باللون البنفسجي بالوطن العربي، اللون البرتقالي يذهب مع الجزيرة الرياضية وتأتي بي إن سبورت لتصبح مؤسسة واحدة. أريد منك أن تخبرنا عن فكرة هذا التحول أولا، لماذا الجزيرة الرياضية إلى بي إن سبورت، وما الفكرة وراء وجود هذه المؤسسة العالمية بي إن سبورت؟ كلنا نفتخر بالجزيرة كماركة، ماركة عالمية وبراند عالمي، أصبحت تنافس الأمانة الماركات العالمية في العالم، من الخمس ماركات أكبر ماركة عالمية في العالم، ولكن أعتقد وصلنا أو أنا الوقت لتحويل الجزيرة الرياضية إلى بي إن سبورت لتكون مختصة بالإعلام الرياضي. أعتقد أن اليوم الإعلام الرياضي يتطلب علينا التركيز والتخصص في هذا المجال، ولذلك احنا نشكر جميع الأمانة كل من ساعد أو ساهم في بناء قنوات الجزيرة الرياضية واليوم بي إن سبورت، نشكرهم جميعا، أخواننا وزملائنا في شبكة الجزيرة. اليوم كلنا فخورون في بي إن سبورت، شبه مؤسسة بي إن سبورت. طبعا التوجه بأن نكون عالميين، اليوم نتكلم بجميع اللغات، اليوم نفس ما تفضلت في التقرير أبو خالد بأن اليوم متواجدين في أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، إندونيسيا، بإذن الله الفلبين، تايوان، هونغ كونغ، وأيضا هناك دول لن نعلن عنها اليوم، ولكن بإذن الله الهدف الأكبر والأسمى هو أن نصبح من أكبر ثلاث شبكات رياضية في العالم. هذا هدفنا واضح بإذن الله، وكل إيمان بإذن الله وبالفريق وتعاون جميع أخواني الموجودين في الاستديو وأيضا اللي خلف الشاشة بأن سوف نحقق هذا الهدف. كل شيء متوفر بالنسبة لنا، أعتقد بإذن الله التوفيق هو اللي بإذن الله ينقصنا في المستقبل، وإن شاء الله نتمنى أن نوصل إذا هذا الهدف بأن نحقق فعلا نكون من أفضل ثلاث شبكات رياضية في العالم. إذا أنت تتحدث عن أكثر من 30 قناة بأربع لغات في كل القارات. نعم صحيح، كما يعلم المشاهد الآن طبعا ممكن، وهنا أعلنها كهدية لمشاهدينا في بسبب بانطلاق مؤسسة بي إن سبورت، أعلان بأن 9 قنوات إضافية لمشاهدينا مجانا لمدة شهر، اللي هي قناتين فرنسية وقناة إسبانية وخمس قنوات عربية HD، أنا أتكلم على قنوات HD فائق الجودة، وأيضا القناة الإنجليزية، إضافة قناة إنجليزية، فمجموع 9 قنوات إضافية، بمجموع التوتل القنوات عدد القنوات 32 قناة سوف إن شاء الله يتمتع فيها مشاهدنا العزيز في الوطن العربي وشمال أفريقيا. نعم، إذا دعنا نشاهد معك يعني لمحة عن أبرز الأحداث الرياضية والحقوق التي تملكها مؤسسة بي إن سبورت حاليا. You think you have seen it all, but you haven't. The game just got changed. Let's skip to the good bit. This matters. I will take control. No more moving slow.
to the good bit. Welcome to the new era. So are you ready to begin? Welcome to Beyond Sport. All very exciting, isn't it? It's a privilege to be part of it. Nasser, when you asked me to come out here in 2008 to launch the English service, what was the thinking behind that? أتكلم بالعربي. أعتقد بأن اليوم أو 2008 في كأس المربى عندما طلبت منك ريتشارد بعمل استديو تغطية استديو كأس المربى باللغة الإنجليزية، كان هدفنا أن نكون عالميين، أن نتحدث بأكثر من لغة العربية. الجزيرة الرياضية سابقا كنا نفكر بأن نكون دوليين عالميين وليست فقط عربيين. هذه كانت الفكرة. اليوم نتكلم العربية، نتكلم الإنجليزية، نتكلم الفرنسية، ونتكلم أيضا الأسبانية، فبإذن الله سوف تكون هناك أيضا الإندونيسية اللغة لغتهم طبعا، وأيضا هناك عدة لغات بإذن الله سوف نعلن عنها في وقت لاحق بإذن الله. أبو غانم، الآن نحن في بداية عام 2014، هناك حدث أنظار على الأقل المشاهدين العرب تركز عليه في الدوحة غدا الخميس 2 يناير، كانوا ثاني مباراة بي اس جي وريال مدريد في الدوحة في 6:45 مساء، وهذا أول حدث سنغطيه كبي ان سبورتس. أنت يعني ماذا تخبرنا عن هذا الحدث، عن هذه المباراة التي تقام ربما كاحتفالية بإطلاق بين سبورتس؟ نعم، فكرنا في احتفالية بين سبورت الحدث. الأمانة لم نجد أفضل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بأن نغطيها ونكون منظمين الحدث أو التايتل سبونسر للمباراة. مباراة ريال مدريد بنجوم الكبار، باريس سان جيرمان لا نتكلم عليها لأني رئيس النادي طبعاً. أعتقد أن الجميع جدا متشوق لهذه المباراة. طبعا لم أتخيل بأن الطلب على التذاكر لهذه المباراة، فلذلك بإذن الله سوف يكون هناك حدث. هذا أول حدث، ولنا الشرف أن نكون المباراة باسم بين سبورتس بمناسبة تدشين بين سبورتس وإعلان الاسم الجديد لبين سبورتس. فأتمنى بإذن الله سوف يكون هناك حدث كل شهر واحد باسم قناة بين سبورت، وهذا إعلان أعلن للمشاهدين من خلال هذا البرنامج. نعم، نحن نتحدث عن آفاق قادمة، عن حقوق، عن أحداث، عن قدوات، ولا شك أن أنظار الكل تتجه إلى الصيف القادم، البرازيل 2014، كأس العالم التي ستكون أيضا أول كأس عالم على بي إن سبورتس، وربما حتى بطريقة جديدة للمشاهدة. ماذا تخبرنا عن ذلك؟ صحيح، هذا يعني اليوم تحويل بي إن سبورت أن الاستفادة من جميع اللغات التي نبث فيها في أمريكا باللغة الإنجليزية والإسبانية، في فرنسا باللغة الفرنسية. أولا سوف نبث كأس العالم بجميع اللغات، بالإنجليزية وبالعربي طبعا والإسبانية والفرنسية. لأول مرة في الشرق الأوسط سوف يبث الكأس العالم بأربع لغات، وهذه إضافة أعتقد لجميع المشاهدين في الوطن العربي، ليس فقط للعرب ولكن لجميع المشاهدين. أيضا سوف تكون هناك تغطيات ومفاجآت بإذن الله جبارة، وأنت أبو خالد شغال على الموضوع بنفسك ليل نهار، فأعتقد إن شاء الله المشاهد سوف يكون يعني بإذن الله مشتاق لرؤية أو مشاهدة كأس العالم على بي إن سبورتس بإذن الله. نعم، أستاذ ناصر بن غانم الخليفي، رئيس مجلس إدارة بي إن سبورتس، شكرا جزيلا لحضورك معنا، وأمنياتنا جميعا بالتوفيق لكم ولنا ولكل العاملين في هذه المسابقة. شكرا لك أبو خالد، شكرا للمشاهدين الكرام. إذن المشاهدين الكرام، الآن نفتح نافذة لنرى ماذا سيحدث في كأس العالم 2014.